وطبعا موفدنا حسين الخزعلي كان متواجد البارحة بالمباريات. خلونا نتابع شو كانت الأجواء. اليوم راح ناخذكم بجولة من وسط ملعب جذع النخلة، راح نتحدث عن شغف الجماهير التي حضرت إلى المدينة الرياضية من أجل متابعة ومؤازرة المنتخب الوطني بابويانا. شعور من تكون انه انت عراق وبين ارضك وبين جمهورك، من تلعب وتشوف هاي الجماهير الحاضره كلها غير، راح تتغير نفسيتك وتتغير معنويتك ان شاء الله. نشوف الملعب هذا ونشوف العراق بافتتاحات جديده ان شاء الله، نشوفه باعلى واعلى من هيش تنظيم وهيش ترتيب وان شاء الله ناخذ الكاس. كل جمهور طريقة بالتشجيع، عصبية الجمهور العراقي بالتشجيع تكون مميز حقيقة. مباراة لا تنوصف، مباراة أكثر من رائعة، مباراة شعور كلش حلو، جمهور يشعر بالفخر كلش. وأهلا وسهلا بكل الخليج العربي. الله يبارك فيك. بعد قلبي كابتن. شنو يعني لك فوز المنتخب اليوم؟ اليوم فوز العراقي اليوم كلش لعب، اليوم حسن، اليوم المنتخب اليوم فول الفول، شعب الشعب العراقي والشعب المصري اليوم فرح الطاقة لهاي الفرحة، اليوم الشعب العراقي يترعب هذا الفوز اليوم إن شاء الله. مرحبا. مرحبا. من اي محافظه؟ لديوانيه. اليوم شعورك وانت تارك مدينتك وتارك اهلك وسط هاي الاجواء الممطره تحضر تعاصر المنتخب؟ فرحه والله، فرحه كبيره هذه البلد ان شاء الله، واحنا جايين هنا على مود نشجع بلدنا وان شاء الله الفوز. طبعا هاي اللحظات كانت فرصه جدا مهمه للمنتخب الوطني، ممكن هي راحت اوف سايد. وخليكم ويانا في هذه الجولة. مرحبا. مرحبا. شفتك تشجيعك بعصبية. نحمد الله ونشكره، اللهم إن شاء الله يحفظ العراق ويخلص من الإرهاب، واللهم من أمل الأمل والاستقرار على بلدنا بجاه الحبيب محمد وآل محمد، ونريد هاي الفرحة لأمة محمد وللشعب العراقي المظلوم المجروح، هذا الشعب اللي صار له سنوات محروم من هاي الفرحة. نريد بجاه الحبيب محمد وآل محمد أني أم الأمة على هاي الأمة الإسلامية ويخلي لنا المراجع الدينية بجاه الحبيب محمد وآل محمد. شنو يعني لك تشجيع المنتخب؟ من أي محافظة أنت؟ أنا من البصرة. من البصرة. من البصرة أنا، ومن الصبع واللي جاي هنا، من الصبع واللي جاي هنا. شنو يعني لك وجودك للمنتخب الوطني؟ والله هذا هنا اليوم فرحة، إن فرحة فرحة شاهد الله ورسوله، فرحة ما ننساها، فرحة كبيرة هاي إنا، ونحمد الله ونشكره. شكرا جزيلا. مرحبا. مرحبا. نشجع بعصبية. شكرا. ها؟ نشجع بعصبية. كل كاس لازم يفوزون. فرحانين. شنو يعنيكم المنتخب اليوم وتواجدكم وياه؟ والله فرحانين كلش فرحانين. يعني حتى مشاعرهم هي أصبحت يعني ما يقدرون إنه يعبرون عن اللي بداخلهم. كجماهير فرحة لا توصف. جماهير العراق حاليا يعني شعور جدا لا يوصف. شو تقول؟ والله املنا احنا كبير بسود الرافدين، واليوم المباراة هذا شاهد بين الكاس عراقي ما يطلع منها. اها. تراهنون انه الكاس لكم؟ ان الكاس يا خذ المليار ذي. طبعا رغم الاجواء الممطرة والطقس اللي ما يساعد ممكن على الحضور لكثير مناسبات، الا انه الجمهور العراقي كان له بصمه واضحه بموازرته